الإنسان لما يكون شاب بحس حاله ناطر كل الحب. حتى بتفكري إنك رح تلاقي كل أحلامك وأمنياتك برجال واحد، بس شي بيحير. هاي مشكلة النساء الناجحات، أنا بعيش هاي الحالة تقريباً كل يوم. لو مندور على رجال قريب منك مثلاً رح ينبسط كتير، حتى بيقول إنه لقى المرة اللي بده إياها. بس لما تكون مرة ناجحة ولامعة وين ما كانت بهالدنيا وبأي زاوية كانت، بتصير مثل شي لعنة عليه. لتضلي واقفة على رجليكي لازم تغيري قدرك، هاد شرط. يلا اختاري 3 بطاقات. ماشي خلينا نشوف هون. 3 سيوف. الرجال متزوج؟ ايه متزوج، بس من كذا سنة زواجه منتهي وكل واحد فيهم بينام بغرفة. شو هالرجال؟ شو بيان معك؟ ما عم يقولوا شي؟ عم يقولوا غنوج امه، هيك هو صح؟ مزبوط. وامه مرة مثل الحكومة، ما بيطلع عن شور امه متعلق فيها بشكل كبير، وبيسمع كلمتها، يا اما بتسمعي كلمة هالرجال وكل العالم اللي حواليه، يا اما رح تتدمري فورا. اساسا يا بنتي شو ما رح تعملي، هذا الموضوع ما رح يتم. انت مصابة بقدر المرة الثانية، شو بنعمل هيك مكتوب على جبينك؟ ليك بتسمعي مني؟ اتركي هالرجال وبعدي عنه، مثل ما عم قلك. ما بتخلى عنه. لما بتطلعي من بعيد بتلاقيني متعلقة برجال متزوج، بجوز تقولي عني غبية كمان، بس الموضوع مو هيك. أنا بعرف هو بيحبني كتير، لهالسبب أنا ناطرته من زمان كتير، لأني واثقة بحبنا الكبير. بما أنه هيك، إن كانت حرب ما رح أترك الساحة قبل ما أنتصر على مرته. عجبتيني كتير، أنت مرقت حالك. بالعادي بينتهي الفال هون، بس خدي اختاري بطاقتين تانيات خلينا نشوف وضعك مع هذا الرجال المتزوج لوين رح يوصل. يا رسحبي حلو كتير الأخبار الحلوة، هذا الزواج رح ينهار عن قريب كتير. وتذكري حكي، ولسبب مانو بالحسبان أبدا ولا على البال. قلت لي قديش رح تضل بباريس؟ 3 أيام، قلت لك. ليك تيمور. تيمور. طلعت لي شغلات غريبة على إيدي، صار له شي 3 أسابيع. برأيك شو هاي؟ أكيد من دواء الغسيل والصابون، البسي كفوف، أو خلي حدا غيرك يشتغل هالشغل. ناموس.